تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور ومواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا كذلك استقبال استفساراتكم ومقترحاتكم ومداخلاتكم على أرقام البرنامج. قبل ما أذكركم برغام تواصل ويانا في البرنامج، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، في الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برغام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم برامجنا بتكون طبية وصحية وبتكون متنوعة. بناخذ سوشيال ميديا في البداية، وبناخذ فقراتنا التوعوية، وبناخذ فقراتنا اللي تلي الفاصل إن شاء الله. نبدأ بدردشة السوشيال ميديا وأغلى ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة عيوك على كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباح الخير. بنفس كل شيء جودة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. في البداية كنا حاطين مثل نشرة عن برنامج تصميم المدن واللي تنظمه دبي الذكية. نعم. طبعاً إحنا سعداء إن نحن جزء من هذا البرنامج التدريبي اللي يعني موجودين حالياً هم في طوكيو، لتسليط الضوء على السياسات والأدوات اللي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات في كل القطاعات، من ضمنها طبعا الصحة. نعم. من خلال استفادة من اليابان المرتكزة على البيانات. طبعا دكتورة المرحلة الجاية قلت البيانات ممكن تكون من أهم الأشياء، دائما نسمع عن البيج ديتا في الأخبار في كل مكان. البيانات ممكن تساعد في تطوير الكثير من الخدمات والاستفادة من تجارب الدول الثانية أيضا. صحيح، حتى للتخطيط للمستقبل أسماء، يعني إذا كانت عندي بيانات قوية وبيانات صحيحة تخطيطي للمستقبل يكون مختلف تماما. كذلك نحن حاطين في النشرة عن أطباء مستشفى دبي. نعم. تحقيق الجراحة العامة ما شاء الله تبارك الرحمن قاموا بإجراء عملية جراحية عن طريق المنظار من خلال الفم لمريض كان يعاني من وجود كيس كبير في منطقة الحنجرة. دكتور غالبا هالنوع من العمليات لازم يكون في قص على منطقة الرقبة، لكن ان انت تسويها كامل بدون ما ان انت تسوي اي عمل يعني جراحة يعني خارجية بالمنظار وعن طريق الفتحة الموجودة من الفم بدون ما أن أنت تسوي هذا كلها، تعتبر هيئة الصحة هي أول دولة في المنطقة تسوي هاي العملية. والحمد لله المريض بخير وصحة وفعلا يعني ها شيء جدا مميز. الحمد لله. أيضا من كنا حاطين نشرة عن الأشياء، في بعض الأشخاص يخافون من الأشعة، فأحيانا حتى لما يصير عن طبيب الأسنان يقول لا تسوي الأشعة، الدكتور محتاج يأخذ هالفحوصات. وفي حد العكس أسماء. ترى هو في نوعين، يا واحد على الدقة يبغى أشعة يا واحد يقول لك ما يبغى بتاتا. صحيح، أنا من الناس اللي أخاف من الأشعة. لقينا حد مع أن يعني الأشعة تتسوى يعني إلها فوائدها وكذلك إلها مضارها، بس المفروض ناخذها بطريقة صحيحة، ما بأن نطلب أشعة فيك يا دحق يا محق. أنا المحق. فلكن لما شفت الأخبار اللي دائما نسمع في القنوات وحتى في البيانات إن الواحد يحذر من الفحوصات اللي فيها أشعة لفتوون وسرطان وغيره، لكن الفيديو اللي حطيناه شرحنا بالضبط ليش إن الواحد يعني لما الدكتور يوصف لك إياه لازم ما تخاف، لكن الطبيب إذا شاف إن أنت مو محتاج أشعة ما راح يوصف لك إياه. يعني في النهاية الأشعة بيوصفونها إذا فعلا محتاجين، إذا مش محتاجين ما له داعي تصير الزن على الدكتور أبغى أشعة، في النهاية يعني هو ما يبغى يعرفك هالكثر من الأشعة.
فحاطين نحن شرح مفصل بالفيديو شو نسبة الأشعة اللي يطلع من الأشعة، كم الجسم فيه، والناس ما يعرفون إن حتى الموت فيها أشعة. سبحان الله، معظم الأشياء لو ناخذها يعني بتكون فيها. ونختم بالرسالة الصباحية اللي تقول: لا تنتهي الدنيا بالفشل، بل بالتوقف عن الحلم والعمل. الحلم سوري، اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوة نحو النجاح. فبعض الأشخاص إذا فشل مرة خلاص تنجلب الدنيا وخلاص توقف، سبحان الله في أشياء توافق، يمكن نصيبك مو في هذا المكان، سويت كل اللي عليك وما توفقت، لا حاول مرة ثانية، طريقة ثانية، حاول جرب شيء ثاني. يعني في النهاية لا تأخذ الفشل الواحد كأنه هي نهاية العالم، ما في شيء اسمه صحيح نهاية العالم، صحيح. ما في شيء اسمه مستحيل، المستحيل نحن في مخوخنا وفي قلوبنا. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا في دردشة السوشيال ميديا وفقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. بننتقل لفقرتنا الثانية وهي الفقرة التوعوية، وبنتكلم عن موضوع اليوم جدا مهم ويحتاج صراحة كل بيت، وخاصة للأمهات اللي عندهم رضع. بنتكلم عن طرق تحضير وجبات الرضع، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة حصة أحمد. صباحك الله بالخير أستاذة حصة. صبحت الله بالنور أختي وجميع مستمعينا الكرام. صباح النور. طبعا الرضع لهم وجباتهم الخاصة صراحة، ويمكن التحدي يكون للأمهات خاصة في يعني إذا كانت تشتغل أو يعني الطفل شوي بداية أكله، فيعني الموضوع جدا شيق وخاصة لفئة الأمهات، فحابين نتعرف أكثر عن وجبات أو كيفية تحضير وجبات الرضع. بداية صح، أنا اخترت هذا الموضوع صراحة بالأخص لأني مريت بهاي المرحلة ودخلت حسيت عالم ثاني. صح أني أنا أخصائية تغذية، بس بعد في نفس الوقت حسيت يوم عشت التجربة حسيت صدق بشعور الأمهات، كيف الطرق كل شيء، بديت أتعمق أكثر في هالموضوع. ونفس ما نحن نعرف أن أول سنتين من حياة الطفل هي أهم سنتين لتأسيس صحته وتغذيته وحتى مذاقه في الطعام. صحيح. يعني الأكل اللي أنا أعطي ولدي اللي حين عمره 6 شهور هو نفسه بيأثر على مذاقه طول عمره. صحيح. فلازم نحن نفهم كيف نحن نبدي نعطي الوجبات الصحية، لأن هاي الوجبات هي أصلاً بذات هاي الفترة الأولى تساهم في أن تزيد مناعة الطفل وأن تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة في المستقبل. صحيح. على حسب طبعا دراسات المنظمة العالمية للصحة، فإن تقريبا 1 مليون طفل، 1 مليون حالة وفاة في الأطفال في العالم، نص يعني نصها تكون بسبب التغذية السيئة. فمن هنا نشوف إن نحن لازم نركز على هذه المرحلة عشان الأهل يتعود إنه يشيل معاها النمط طول عمره. صحيح. أول شيء نفس ما نعرفنا لازم أول شيء بخصوص أول رضعة بعد الولادة، هاي طبعا نصائح اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إن لازم تكون خلال الساعة الأولى من الولادة، فالأم لازم تبدأ بالرضاعة خلال أول ساعة بعد الولادة عشان تضمن صحة الطفل. وطبعا تستمر الرضاعة الطبيعية قد ما تقدر، تحاول للأم ترضع ولدها من أول يوم لين 6 شهور. الطفل ما يحتاج أي شيء ثاني غير حليب الأم، لا ماي ولا أي شيء ثاني، لأن حليب الأم سبحان الله في كل الفيتامينات والعناصر اللي هو يحتاجها. صحيح. من بعد 6 شهور هني تبدأ المرحلة، مرحلة التغيير. هني حليب الأم ما بيقدر يوفي احتياجات الطفل من العناصر الغذائية، من الطاقة، من الفيتامينات، فهني نحن لازم نبدأ شو نسوي، ندخل الأغذية في النظام بشكل تدريجي بحيث أنه يتكامل مع الرضاعة الطبيعية، يعني نستمر في الرضاعة الطبيعية ونبدأ نعطيهم الوجبات لين ما الطفل يكمل سنتين. طبعا لازم الرضاعة الطبيعية تستمر لسنتين. وبعد قبل ما نبدي نعطي الطفل هذا الأكل المهروس لازم نتأكد أنه فعليا جاهز لهاي المرحلة، مش يعني إذا ولدي أنا وصل مثلا 5 أو 6 شهور خلاص أنا أبدأ أعطيه على طول أكل مهروس وجبة كاملة، لا، الطفل بعد المعدة تكون يعني مقبلة على شيء جديد، فنحن لازم صحيح. نشوف هل هو مهيأ أو لا. نشوف أول شيء نتأكد أن الطفل يعني قادر على الجلوس،
بنفسه، يقدر يمسك راسه سيده مو بانه طايح ما يقدر يتسند، عشان لا سمح الله نتجنب الاختناق. صحيح. الطفل هو نفسه بعد سبحان الله يبدي لنا علامات انه هو فعليا جاهز للطعام، مثلا يوم نشوفنا ان نحن ناكل يفتح فمه مثلا، او يقول يعني ان انا يعان انا باكل، يكون فاهم ان في شيء ثاني، في اكل، في شيء، يحس سبحان الله باللي حواليه، يعني بالجو اللي حواليه يحس الطفل، يعني حتى لو كان 4 شهور 5 شهور. صح سبحان الله. عشان شيء حتى نحن يعني مثل الأطفال اللي شوي أكبر، يكون 10 شهور 11 شهر، يعني نحاول قد ما نقدر ما ناكل قدامهم من الأغذية الغير صحية، لأنه هو فاهم، هو حتى يعني مثلا إذا نحن مسكنا تشيبس أو شيء قدامه مشروب غازي تشوفونه يمد إيده يعني يبغى هالشيء، فيتأثر بالبيئة اللي حوالينا. عدد الوجبات، أول شيء يعني نبدأ نعطيه خاشوقة مثلا من الخضروات أو الفواكه، نختار يفضل نبدأ بالخضروات أول عشان يتعودون على الطعم المالح أو هذا، لأن إذا بدينا في الحلويات أو في الفواكه أقصد، صحيح، في الأشياء السكرية هني يمكن الطفل يبدأ يعني يرفض الخضروات لأن النكهة والطعم مختلف وفيها طعم السكر. صحيح. هاي طبيعة الإنسان، هاي يعني غريزة فينا أن الأطفال كلهم يحبون الطعم السويت يعني. بالنسبة لي الخضروات أو الفواكه أو حتى الوجبات بالنسبة طبعا كل فترة لها شيء معين يدخل، يعني ما أقدر أدخل أصناف معينة قبل يعني قبل 6 شهور أو قبل، فممكن تعطينا نبذة بسيطة عن هذه الأشياء يعني خلال دقيقة لأن الوقت داهمنا. نحن لازم طبعا أول شيء نبدأ بالأكلات أو الوجبات اللي تحتوي على كمية عالية من الزنك مثلا. نعم. والحديد، لأن هاي العناصر مفيدة جدا. صحيح. في هذه المرحلة نفس مثلا نبدأ نعطيهم مثلا النشويات، مثلا عيش مهروس يعني بشكل تام أول شيء، لقمة لقمتين لمدة يعني 3 أيام إلى 4 أيام، حيث أن نشوف هل هذا الطفل عنده حساسية من هالنوع من الغذاء ولا لا. نبدأ مثلا نعطيهم الكوسة المهروسة مثلا، هاي الأشياء يعني معروفة أنه ما فيها حساسية أكثر. وطبعا أخر الوجبات اللي ممكن تسبب الحساسية، يعني ممكن أنها الطفل يكون فيه حساسية، مثلا الطماط، مثلا الفراولة والأناناس، هذا شوي نأخرهم. يعني في مثلا نبدأ ندخل البروتينات في وجبة الطفل. نعم. عادي من أول شيء، بس يفضل إذا مثلا بدينا أول شيء في الخضروات، بعدين بعد ما تأكدنا أنهم ما فيهم حساسية من هاي الأنواع من الخضروات ننتقل للبروتينات. نعم. وأهم شيء لازم نتذكر أن حليب البقر لازم ما ندخله في نظام الغذائي للطفل قبل عمر السنة، لأن هذا ممكن يسبب له حساسية. صحيح. ونفس الشيء للعسل قبل السنتين يفضل نتجنبه. أوكي. والعسل والحليب البقر بالخصوص. صحيح. وهذه نقطة جدا مهمة يعني بخصوص العسل وحليب البقر. صح، إذا في ناس مو بفاهمين هالنقطة، في بعد أصلا إشاعة منتشرة تقول إن نحن لازم نأخر الأطعمة لسبب الحساسية، نفس الفول السوداني، البيض، السمك لين السنة، لين السنة ونص، لأن ممكن الطفل ما يتقبله، وهالشيء غلط. بالعكس، علميا في دراسات أثبتت إن إذا نحن مثلا دخلنا البيض والسمك في نظام الغذائي للطفل يوم يكمل 6 إلى 8 شهور، بالعكس ممكن هالشيء يتجنب إنه هو يكون عنده حساسية، تزيد المناعة عنده. ممتاز ممتاز. حصة، كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. بوجه كلمة للأم، بقولها عزيزتي الأم، يمكن أنت تواجهين مشاكل في هاي المرحلة وضغوطات، وأن طفلتي يرفض الطعام وإلى آخره، ولكن اصبري وحاولي مرة ومرتين وثلاثة، لأن الطفل مع التكرار والتعويد بيتقبل الأكل إن شاء الله، وهالشيء بيكون في صالح إن شاء الله. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة، لأن شوي الأمهات يتعبهم خاصة في الفترة الأولى من ناحية تقبل الطفل للأكل. صح. صحيح. الأستاذة حصة أحمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. لا. شكرا لك مستمعينا، كان هذه فقرتنا التوعوية، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 400-6
وقته. فقرتنا الحين بنتكلم أكثر عن خدمات المكتبة الطبية الإلكترونية. طبعا لا يخفى على الجميع أهمية القراءة ككل والمعلومات اللي ناخذها ونتلقاها من القراءة. طبعا تعودنا على نمط القراءة يكون عن طريق كتب، والحين الحمد لله ابتدت تكون بطريقة أكثر وأكثر تكون إلكترونية، يعني ألقى الشيء اللي بقراه في أي مكان وفي أي لحظة وفي أي وقت أنا أبغيه ويكون وياي في طول الوقت. طبعا خاصة للمجالات الصحية والطبية دور القراءة وتحصيل المعلومة جدا مهم، يعني الكل عارف أن المعلومات الطبية والمعلومات الصحية يوم بيوم تكون في أشياء جديدة، فمثل يكون عندنا سباق مع حتى الزمن أن نوصل لهذه الخدمات ونوصل لهذه المعلومات أول بأول لفائدة طبعا المرضى اللي نعالجهم وفائدة المجتمع كذلك. اليوم بنتكلم أكثر عن خدمات المكتبة الطبية الإلكترونية، ويانا الأستاذة ندى الشامسي في المكتبة الإلكترونية بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذة ندى. صباح النور والسرور، الله يسلمك. طبعا لا يخفى علينا أهمية الكتاب وأهمية حتى المكتبات في نوعية الكتب اللي تستحوذها، فحابين نتكلم أكثر عن أهمية المكتبة الطبية الإلكترونية. السلام عليكم. أول شيء حبيت أتكلم عن المكتبة بشكل عام. من إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي وفرت مكتبة طبية إلكترونية ذكية لمواكبة أحدث الاتجاهات من الممارسات الحكومية الإلكترونية والذكية. وتهدف المكتبة الذكية لتوفير مصادر المعلومات الطبية لجميع العاملين في الهيئة وأيضا المجتمع المحلي، وتدريبهم لاكتساب مهارات عالية الجودة للوصول إلى أحدث المعلومات الطبية والصحية. ممتاز. وأيضا يتم توفير مصادر المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين لجميع الكوادر الطبية والصحية، مما ينعكس إيجابا على تحسين رعاية المرضى وطرق العناية بهم وتجنب الأخطاء الطبية. ممتاز. فيعني ما فقط يعني معلومات، كذلك تدريب مثل ما ذكرتي أستاذة ندى. أيوه. نعم. فحابين نتعرف أكثر شو أهمية المكتبة الطبية الإلكترونية، يعني شو زادت من أهميتها أو ليش هي مهمة بالنسبة سواء الكادر الطبي في هيئة الصحة بدبي أو لغير العاملين بهيئة الصحة بدبي؟ بداية أهميتها مثل ما ذكرت سابقا. نعم. أن تصب في توفير مصادر المعلومات المبنية. نعم. على الأدلة والبراهين. نعم. وهذا ينعكس إيجاب على تحسين رعاية المرضى وطرق العناية بهم وتجنب الأخطاء الطبية. نعم. بما أن المكتبة الإلكترونية متوفرة على مدار الساعة وفي أي مكان حتى من خارج الدولة. نعم صحيح، وهي لها أهمية كبيرة، يعني ما بشرط الواحد يكون في الدولة عشان يلقى المعلومة اللي موجودة في المكتبة الطبية الإلكترونية. أستاذ ندى، كيف يتم توفير هالمصادر المعلوماتية الطبية في المكتبة عندكم؟ نوفر هاي المعلومات طبعا المكتبة الطبية. نعم. متوفرة كما ذكرت على مدار الساعة. نعم. ويقدر من خلالها يقرأ هاي المعلومات. نعم. من المكتب ومن وحدة الرعاية الصحية والبيت وحتى أثناء السفر، ويمكن تصفح المحتوى كامل للمكتبة من خلال الكمبيوتر والأجهزة الذكية كالموبايل. نعم. وأيضا من خلال نظام سلامة، وهذا بدوره يساهم في توفير الوقت والجهد على العاملين. صحيح، ويعني في أي وقت يقدر يدخل على المكتبة الطبية ويلقى المعلومة كذلك اللي يحتاجها، يعني وفي ثواني بيلقاها. في أي وقت، في أي مكان، في أي زمان، مثل ما ذكرت في الدولة وخارج الدولة. وخارج الدولة. أستاذ ندى، شو هي القيمة العلمية كذلك للمكتبة الطبية؟ القيمة العلمية لتوفر مكتبة طبية إلكترونية تحوي معلومات ذات جودة عالية لها أثر كبير على تطوير المكتسبات المعرفية الطبية والصحية لدى الكوادر في الهيئة، مما يساهم في جودة رعاية المرضى وبالذات اتخاذ القرارات السريرية منها. ممتاز. بالنسبة للمكتبة عندكم، المكتبة الإلكترونية فقط تدعم الممارسات الطبية والصحية في الهيئة فقط، ولا تدعم كذلك يعني مو بشرط الشخص يكون في الهيئة عشان يطلع على الأشياء اللي موجودة في المكتبة؟ صراحة سؤال جميل جدا. بجانب دعم المكتبة للممارسات الطبية اليومية،
تبدأ من مكتبة الأبحاث الطبية. نعم. كيف يتم ذلك؟ إن المكتبة تملك أرشيف إلكتروني من المصادر الأولية مكونة من أكثر من 18 مليون مقالة طبية، وهي تعتبر المصدر الرئيسي للباحث. ممتاز. يعني حتى المعلومات اللي فيها معلومات يعني تشمل الأبحاث الطبية، وعندكم ما شاء الله 13 مليون يعني بحث طبي، أن يعني أو مقالة طبية يعني يعني اللي موجود فيها يعني جدا كبير. بالنسبة للأستاذ الندى، بالنسبة إذا شخص حابب يشارك أو يدخل على المكتبة، في تسجيل معين أو شيء يقدر يسويه أساس يقدر يدخل في المكتبة، سواء كان موجود في الهيئة يعني في مراكز التابعة لهيئة صاحب دبي أو خارجها كذلك؟ طبعا لازم أول شيء يدخل على موقع المكتبة، موقع ويملأ النموذج التسجيل. نعم. وخلال اليوم إن شاء الله نبعث له إيميل. نعم. في معلومات عن الحساب اللي هو الباسورد واليوزر نيم. ممتاز. بيكون إنه يقدر يدخلها من أي مكان. ممتاز. بالنسبة لموقع المكتبة ممكن تذكرينا فيه؟ موقع المكتبة library.dha.gov.ae. ويقدر الواحد كذلك في يعني في البراوزر أو في نقاط البحث في الإنترنت يكتب مكتبة راشد الطبية. أيوة يقدر. أو يكتب مكتبة هيئة الصحة بدبي. ممتاز. مكتبة هيئة الصحة بدبي. وشي الواحد يقدر نفس ما قلتي بس يعبي النموذج اللي موجود. نموذج التسجيل. ممتاز. أيوة. وبيوصله بريد إلكتروني. بريد إلكتروني. يحتوي على معلومات الحساب. ممتاز. ممتاز. ويقدر الواحد يسجل ويدخل عليها، خاصة في يعني في وقتنا هذا الحاجة للمعلومة جدا مهمة، وخاصة في يعني المعلومة الطبية المعلومة الصحية أول بأول تتبدل وتتغير وتكون يعني للأحسن، فالواحد يفضل أنه يعني دائما يسبق الزمن مثل ما نقول. أستاذ ندى، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا عن المكتبة. كلمتي الأخيرة أن أي معلومة يطلع عليها الطبيب من أي مصدر من مصادر المكتبة المبنية على الأدلة والبراهين. نعم. قد تكون سبب في شفاء مريض، فعلينا أن لا نبخل على الكادر الطبي والتمريضي وبقية العامل في الرعاية الصحية الأولية بالمعلومات الطبية والصحية وتوفيرها وإتاحتها بمختلف الطرق، والاستمرار وأيضا الاستمرار في الاشتراك فيها واقتنائها. وفي الختام أحب أن نوصل العالمية، وأن نجعل محتويات هاي المكتبة في متناول أدوات الذكاء الاصطناعي مثل أليكسا، بحيث عندما يطلب أي شخص مساعدة صوتيا للحصول على المعلومات تكون في متناول يده متى شاء. ممتاز. ممتاز. وهذا وهالشيء جدا قيم. يعني أنا كموظفة في الهيئة وكذلك ممارسة طبية طبيبة، يعني المعلومة عندي جدا مهمة، يعني خاصة في معلومات أول بأول يكون فيها تغيير، فسهولة الوصول للمكتبة وقراءة هذه المعلومة تفيد لي الكثير وتضيف لي كذلك الكثير. الأستاذ ندى الشامسي من المكتبة الطبية الإلكترونية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. طبعا مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص خدمات المكتبة الطبية الإلكترونية. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. قبل ما نبتدي فقرتنا لهذه الفقرة اللي هي الفقرة الثانية، بنتكلم عن اكتشاف مخاطر صحية جديدة للعيش قرب الطرق المزدحمة، وهذه هي دراستنا لليوم. وتقول الدراسة، توصلت دراسة بريطانية نشرت مؤخرا إلى أن العيش بالقرب من طريق مزدحم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 10%. ووجد
10%. صح. ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال اللي يعيشون على بعد 50 متر من الطرق المزدحمة قد يكون نموهم أبطأ بنسبة تصل إلى 14% من أولئك الذين يعيشون بالقرب من الشوارع الأكثر هدوءا. ويعتقد الباحثون أن خفض تلوث الهواء بنسبة 5 في أكثر مدن إنجلترا ازدحاما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال المولودين مع نقص في الوزن بنحو 171 طفل. ويقولون إن ارتفاع أيام التلوث في المدن قد يؤدي إلى 124 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات للأطفال المصابين بالربو كل عام، وأن خفض التلوث بمقدار 5 قد يمنع أكثر من 4400 إصابة بهذا المرض المزمن لدى الأطفال. ويعني هذا التخفيض في التلوث أيضا أن أكثر من 2300 شخص بالغ سيتم إنقاذهم من الإصابة بأمراض القلب التاجية كل عام. وحلل الباحثون بقيادة فريق من جامعة كينغز كوليدج لندن الدراسات التي تجمع بين السجلات الطبية وبيانات تلوث الهواء في 9 مدن إنجليزية، وهي لندن وبرمنغهام وبريستول وديربي وليفربول ومانشستر ونوتنغهام وأكسفورد وساوث هامبتون، بالإضافة إلى 4 مدن في بولندا. وتوصل الفريق إلى أن الذين يعيشون على بعد 50 متر من الطرق المزدحمة معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 9.7% أكثر من أولئك اللي يعيشون في شوارع أكثر هدوءا استنادا إلى متوسط مستويات التلوث على المدى الطويل. وتأتي جزيئات التلوث الصغيرة اللي يطلق عليها PM2.5 من أبخرة عوادم السيارات وعدة مصادر أخرى، ويمكن استنشاقها بسهولة لتصل إلى الحمض النووي لخلايا الرئة الذي يحتمل أن يؤدي إلى السرطان. هذه بخصوص دراستنا لليوم اللي هي اكتشاف مخاطر صحية جديدة للعيش قرب الطرق المزدحمة. ويقدر الواحد إذا كان عايش في طرق أو مكان كثير والازدحام يقدر يوم أو يومين في الأسبوع على الأقل يقلل من هذا التأثير عليه، أن يطلع الأماكن طبعا متوفرة يعني مثل يطلع على البار يطلع على البحر شوية، يعني الجو يكون مختلف تماما، يعني ما في حركة عوادم سيارات أو تلوث كبير في هذه الأماكن. مستمعينا ننتقل لفقرتنا وبنتكلم عن الحديث عن الفحص المبكر لحديثي الولادة. اليوم موضوعنا أكثر شيء يتركز على الرضع وحديثي الولادة كان في الفقرة التوعوية، والحين بنتكلم عن إحدى أو من الفحوصات المهمة واللي هو الحديث عن الفحص المبكر لحديثي الولادة. ويانا الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة فاطمة. هلا وغلا، صبحت الله بالنور، حياك الله. هلا اهلا دكتورة. دكتورة طبعا يعتبر فحص المبكر لحديثي الولادة طبعا ها احدى الفحوصات اللي تتم اجراءها في حديثي الولادة او الرضع الصغار، فحابين ناخذ نبذة عن خدمات الفحص المبكر اللي توفرها الهيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديث الولادة هدفه للحد من الإعاقة، والذي يهدف إلى فحص جميع المواليد للكشف المبكر عن أمراض وراثية خطيرة تسبب الإعاقة. تخيلي الأم لما تجيب البيبي يكون شكله سليم ما يبين عليهم، صحيح، بس إذا مثلا فيهم أي مرض من هالأمراض الوراثية اللي إحنا نفحصهم عقب يتأثر على مخ الطفل على نمو الطفل على حركة الطفل. فهالتحليل صراحة وايدين، لأنك ممكن خلال 48 ساعة من الولادة إحنا ناخذ قطرات من كعب الطفل، نعم، ونفرش ونفحص من أكثر من 50 مرض. يعني الطفل ينولد ما يبين عليه شكله صحيح وسليم ما يبين عليهم، بس إذا إحنا اكتشفنا وعالجناهم مبكر نحميهم عن مضاعفات صحية خطيرة مثل إعاقة عقلية حركية تأخر النمو، ساعات ممكن حتى يؤدي للوفاة لا سمح الله إذا ما اكتشفنا بسرعة. خاصة أن 50 مرض دكتورة، يعني مب مرض أو يعني نقول مب مرض أو مرضين، يعني 50 مرض، يعني أشياء كثيرة كذلك. مثلا مثل مرض الغده الدرقيه، نعم، اذا انولد مثلا واكتشفنا اليوم افضل ما نكتشف باكر، لان الغده الدرقيه لها دور كبير في على وظائف الدماغ حتى على نمو الطفل، يعني على نمو الطفل على يعني فهم الطفل على ادراك الطفل. احنا من لله الحمد من 2003 نسوي هالتحاليل،
نعم. وتخيلي إلى الآن نتابع هالأطفال اللي كان فيهم، فعندنا مكتب يتصلون فيه ما شاء الله، في أطفال اللي دخلوا الجامعة، في أطفال اللي كملوا، يعني كلهم بخير بعد ما بدأنا العلاج. الحمد لله الحمد لله ما في عندهم أي إعاقة أو شيء. الحمد لله، لأن في أمراض كثيرة إذا اكتشفت مبكرا وقبل يعني المرض ما يعني ينتشر أو يأثر على الطفل أو أجهزة الطفل، يعني الحمد لله يقدر الواحد يتفادى العواقب أو المضار لهذا المرض. دكتورة، تكلمنا بس حابين نتكلم بالتفصيل عن أهمية هذه الفحوصات. هالفحص صراحة وايد مهم، الدولة مضفرة هالتحليل يعني مجانا، وفي كل المراكز الرعاية الصحية الأولية موجودة في المستشفيات. الطفل المفروض ما يطلع من المستشفى إلا لما يسوون هالتحليل. إذا طلعت يعني الطفل طلع من المستشفى بعمر أقل من 24 ساعة، أقل من 48 ساعة، نعم، يون عندنا في مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم. ما تعرفين إن هالمراكز ما شاء الله منتشر على كل مكان في كل مناطق. صحيح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وأي وقت يون يعني من الصف لين مساء، أي وقت يون بس يأخذون قطرات من كعب الطفل ويطرشون حق المختبر، وعلى طول عندنا مكتب يتابعون ما شاء الله النتائج ويتصلون في الأهل. فها كل هالأشياء عشان نبغى يكون عندنا مجتمع سليم، جيل صحي، ما حد يكون، لأن تعرفين لما يكون طفل عنده إعاقة عقلية أو حركية، مو على المشكلة على الطفل، على العائلة، على الأسرة، على المجتمع. صحيح. ففائدة هالتحليل زين للجميع. صحيح. وفي نقطة يمكن أضيفها دكتورة، الأعراض كذلك اللي تطلع على الطفل مرات ما يقدر يوصفها، لأن الطفل ما بعارف يوصف كيف، ويكون يعني حديث الولادة، يعني يمكن في أمهات ما تنتبه، أو حتى الأعراض يمكن ما ينتبه، لأن كسل في الطفل، أو يعني إذا عطينا مثال لنقص في هرمون الغدة الدرقية، على عكس الكبير اللي بيحس بأعراض في جسمه. فيعني الأطفال يعني لما زمان لما ما كانوا يسوون تحليل، كانت الأم تي الطفل عندي بصفار فترة طويلة، عندي إمساك، شكله يكون شوي شيء يتغير شكل الطفل. صحيح. بس الحين لا، الحمد لله هالأشياء أبدا ما عندهم، لأن على طول إحنا نكتشف ونعالج. الحمد لله. عادتهم مو بشيء بسيط بعد يعني. صحيح. تخيلي نسبة محترمة يعني عندهم أطفال. إحنا في هيئة الصحة اكتشفنا 129 حالة عندهم مشكلة غدة درقية، وعالجناهم متابعناهم ولله الحمد كلهم بخير. ها بالنسبة أيوة. 129 ويعني صحيح يعني 129 حالة كانوا في الطفولة يعني وكبروا، والحمد لله هم يأخذون العلاج من البداية. يعني لو تأخر علاجهم يعني كنا شفنا المضى يعني شفنا أثر تأثير نقص الهرمون الغدة الدرقية حتى على الأطفال، على ذكائهم، على نموهم العقلي، لأن دوره جدا كبير. دكتورة، هذا 129 حالة بخصوص الغدة، يعني نقص في هرمون الغدة الدرقية. الأشياء الثانية، كم كان عدد الحالات اللي اكتشفتوها؟ مثلا الخلايا المنجلية. نعم. اللي طيب الله ينعم عليك، شوفي أطفال مثلا زمان لما ما حد كان يعرف إذا فيهم هالمرض اللي لا، يدخلون مستشفى بيكون دمهم خلاص نازل، يحتاجون الدم ينقلون عليهم الدم وهالأشياء. الحين لا، نكتشفه وهو كم يوم عمر الطفل، فبنخبرهم عن الأشياء وقائية قبل ما يكون حالتهم وايد. الأم تكون عارفة شو الأشياء اللي تشوف عشان تروح مستشفى بدل ما تتحسب. تعرفين ساعات ممكن الأهل يقولون لها هذا طبيعي ويهدون الياهل. نعم. صحيح صحيح. الله ينعم عليك. في أمراض ثانية مثل الغدة، مشكلة في غدة فوق الكظرية والكلوية يسمونها. نعم الكظرية. الله ينعم عليك. بعد هذه لا ممكن يدخلون مستشفى، بيكونون وايد تعبانين، أملاح جسمهم كلها غير طبيعية ويحتاجون وايد أشياء. نفس الشيء إحنا نشخصهم أسرع ونعالجهم، ما يحتاجون يدخلون طوارئ ولا يدخلون مستشفى أصلاً. فوايد حالات يعني سيستيك فايبروزيس ما ادري شو بالعربي، اللي هو اللي نقوله ان عندهم مثل يعني بالنسبه السوائل اللي تكون خاصه في الامعاء، يعني السوائل اللي في الجسم تكون ثخينه شوي، يعني ما تكون خفيفه يعني، وخاصه الاثر يكون على الرئه. صحيح. هذا كلهم يشخصونه بسرعه ويبداون لهم اشياء وقائيه، علاج وقائي عشان ما يوصل للمرحلة اللي كانت توصل للأطفال قبل. نعم. لازم يدخل مستشفى ولازم إبر ولازم أشياء. الحمد لله وايد متطور فيها الأشياء كلها. الحمد لله.
الحمد لله. وكل هالأمراض دكتورة لأن تمر علينا مرات، فنلاحظ يعني بعد يعني إلها مضاعفات معينة وإلها طرق علاجية معينة. فالجميل في هالشيء أن الطفل من البداية يتشخص بهذا المرض على أساس العلاج يكون من البداية ما يأثر على نمو الطفل كذلك. وعارفين نحن أول فترة في عمر الطفل من أهم الفترات تعتبر، يعني خاصة في نموه، أهم الفترة، أهم الفترة، لأن نمو الطفل أكثر شيء ينمو في أول 6 شهور وبعدين ثاني 6 شهور وبعدين أول سنتين من العمر. صحيح. إذا أي شيء مشكلة مو فيه وما درسناه بسرعة وما علشناه فحرام بعدين الطفل. نعم، وهذا وايد يأثر. دكتورة كذلك الفينايل كيتون يوريا واحد من الأشياء اللي أنتوا تفحصونه كذلك في هذا في هذا الفحص، فممكن ناخذ نبذة عنه، خاصة أن بتشوفين أنت مرات نلاحظ أن في ناس يسألون في مشروبات أو في أشياء يقولون إذا كنت مصاب بهذا المرض لا تشرب هالشيء أو لا تأكل هذا الشيء. هي الحين شوفي حتى ما شاء الله في السوبر ماركتات هاي أماكن بعد عندهم أشياء يعني تقدرين مكتوب حق اللي عندهم مرض فينال كيتونيوريا. فينال كيتونيوريا هذا مرض وراثي بعد يكون شديد وايد جدا. الحمد لله نسبته أقل من الغدة الدرقية وأشياء أمراض ثانية، نسبتها في العالم يعني أقل. الله ينعم عليك. أطفال اللي عندهم هالمرض مثلا ممكن إذا الأم تعرف من البداية إن عندها طفلها فيه ممكن تتجنب الأكلات اللي فيه وتقدر تراضع البيبي. ممتاز. فممكن يكون إذا الأم ما عرفت، إذا تخيل إذا ما شخصنا فينال كيتونيوريا وهم توهم مولودين بيكون عندهم تخلف عقلي يعني وايد أشياء مشاكل يكون عندهم. وهذا جدا يعني على الأقل للشخص يعرفه من البداية فيتجنب الأشياء اللي تسبب الأعراض اللي يتعرض لها هالأشخاص. هو يعني فإذا الأم عرفت وتجنبت أكلات اللي فيها المواد اللي يسمونه فينايل ألانين، نعم، ابتعدت عنهم تقدر حتى ترضع البيبي. ممتاز. وبعدين بيكون تأخر العقلي عند الطفل يعني ما يكون عند الطفل تأخر العقلي، حتى الحين في حليب مخصوص لهم علاج لهم، فمو مثل زمان. الحمد لله عندنا أطفال عندهم مرض فينال كيتونيوريا لما يأخذون أكلات اللي مفروض مناسب لهم ويبتعدون عن الأشياء اللي خطر عليهم ينمون نمو طبيعي ويكونون في المدرسة وكل شيء عادي يكون عندهم. ممتاز دكتورة، قلتي من 48 يوم لأي فترة يقدرون يسوون هذا الفحص الأهالي بالنسبة لي؟ طبعا الأفضل كل ما أسرع كل ما أفضل إذا في أي شيء، بس إحنا لين لعمر الطفل 3 أشهر بنسوي، يعني إذا ما مسوي ويا عندنا إحنا بنسوي عشان ما نبي يكون في طفل شيء وما سويناه. ممتاز دكتور. طبعا كل ما اسرع كل ما افضل. ما كلف في نعم. هذه الفئه يعني فرضا عطوا التحليل، كيف يتم التواصل معاهم او يجون يتابعون التحاليل او كيف يكون التواصل معاهم؟ نعم. اذا طلع شيء من التحاليل ايجابيه فرضا. نعم، اذا طلع تحليل ايجابي احنا عندنا مكتب في موظفتين هذول يوميا يشوفون الايميلات على طول، اول ما تطلع النتيجه توصل لهم تحليل. نعم. وهم عندهم رقم الله ينعم عليك، رقم الطفل او رقم الام والابو، فيتصلون بهم يخبوا ما يخبوا يعني ما يخوفونهم، يقولون في التحليل نبغى نتاكد، لان عاده لما تطلع تحليل غير سليم احنا نتاكد من التحليل. نعم. وبنعيد التحليل على طول بنشوف هل فعلا في مشكله ولا لا. ممتاز. هم بس يعطونهم موعد مثلا يتصلون فينا يقولون هالطفل اللي احنا شاكين فيه مشكله، الطفل اليوم بيزور العياده فانتوا شوفوا الطفل، فاحنا بنفتح السيستم وبنشوف التحليل وبنجلس مع الاهل نشرح لهم وبنسوي تحليل. التحليل الثاني بيكون اسرع من التحليل الاولاني. ممتاز. على طول نخبرهم، وبعدين مثلا اذا الطفل عنده مشكله غده درقيه نحولهم لاستشارين غده درقيه غده صماء، إذا الطفل حسب مثلا حسب المرض اللي موجود عنده يتحول بعد التأكيد طبعا. نعم. بعد الفحص التأكيدي، وهذا دور كبير دكتورة يعني تسوون، لأن خاصة يعني خاصة في هذه الفئة يعني تعتبر فئة حساسة وفئة مهمة كذلك يعني باكتشاف هذه الأمراض وعلاجها كذلك ومتابعتها. ومهم ان ما يعني نسوي على طول يعني ما نحملهم، تعرفي يعني هالبنات على طول يتصلون حتى اذا كان دوامهم خلص ما يطلعون. صحيح. ليه ما يحصلون الاهل؟ ليه ما يكلمونا؟ لان يعرفون وايد مهم اهميه هالشيء. نتمنى لكم كل التوفيق دكتوره فاطمه. دكتوره فاطمه كلمه اخيره توجهينها للمستمعين خلال البرنامج.
هلا، كنت بقولهم عن هالخدمة والبرنامج الوطني للفحص المبكر نعم اللي ولله الحمد الدولة موفرة في كل مكان. يعني احنا لازم نكون ممتنين لدولتنا، الحمد لله في صحيح، شيء الحمد متوفر، لله وكل هذا لصالح الأطفال، لصالح صحيح الجيل الجديد. لازم ما نرفض، يعني لازم، يعني الحمد لله علينا هالأيام وعندهم ثقافة الحمد لله ودراية، وما ي... ما يصرون عنيون. بس الحمد بعد لله يعني أطفالهم، أنا دوم أقولهم إن أطفالهم أمانة في أعناقهم، صحيح فلازم نهتم فيهم. الدولة لما تسوي شيء أكيد لمصلحتهم، صحيح فبس نتجه لأي مركز صحي حتى لو عندهم استفسار لأي شيء. الحمد لله إحنا متوفرين طول الوقت، وممكن نرد عليهم بأي استفسارات، أي شيء له علاقة بأطفالهم. ممتاز أهم شيء هم يهتمون فيهم وما يأجلون إن أشياء شاء اللي في الله. بالهم، أي أسئلة استفسار. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة فاطمة سلطان، العلم جميعا استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. العفو حبيبتي، حياك الله. الله يحييك. مستمعينا، كانت هذه آخر فقراتنا لليوم اللي هو الحديث عن الفحص المبكر لحديثي الولادة. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.